بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير سورة القمر، ابتداء قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة الكريمة في صلاة العيد، يقرأ بها مع سورة قاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد بسورتي قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، وكثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها تدل على أهميتها. فعموم الآيات المتكررة في الموضوع الواحد تدل على أهمية هذا الموضوع. فإذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وجدنا أوامر متعددة بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، فدل ذلك على أهميته. وجدنا أوامر ببر الوالدين في آيات متعددة، دل ذلك على أهميته. فكلما تكررت الآيات دل ذلك على عظيم شأنها وعلى عظيم أمرها. قال تعالى في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. ورد أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، قالوا: ما حصل كل الأنبياء من قبلك ومدوا بالآيات والمعجزات، ما الآية التي أتيت أنت بها؟ فانشق القمر. شق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة على جبل والأخرى على الجبل المقابل له، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قائلهم: إن يكن محمد قد سحرنا فلن يسحر السفار، أي لن يسحر المسافرين، فانتظروا حتى تنظروا أمر المسافرين القادمين. فلما قدم المسافرون إذا بهم يتحدثون عن شقاق القمر، فعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا جلهم ما آمن به. بعد هذه الآية جلهم ما آمن به. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. في بعض الطرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الآيات نزلت، أي فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. وسبب النزول هذا بعض العلماء يتكلم فيه فيقول: ليس في الطرق الصحيحة عن أنس انشقاق القمر إلا في طريق واحد، فوهى سبب النزول. فسبب النزول من العلماء من أثبته وأن سببه أن القمر قد انشق. نعم، قد انشق القمر بالإجماع وبالأحاديث المتواترة، ولكن هل نزلت سورة القمر أو مطلعها بسبب هذا أو ما أو ليس بسبب هذا، قولان، والله أعلم. اقتربت الساعة، ومن علامات اقترابها انشقاق القمر. دلت عدة آيات على أن الساعة قد اقتربت، كقول ربنا سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى ما يشركون. وقد قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وفرق بين أصبعيه. فإن قال قائل: كيف ذلك وقد مر على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 1400 عام ولم تقم الساعة؟ في الإجابة أن هذا العمر بالنسبة لعمر الحياة الدنيا عمر قصير لا يكاد يذكر. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال بعض أهل العلم إن الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى انشق القمر واقتربت الساعة.
وأبى ذلك آخرون وقالوا السياق على ظاهره اقتربت الساعة ومن علامات اقترابها انشقاق القمر. قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي إن يرى أهل الكفر آية من الآيات يعرضوا عن الإيمان ويزدادوا إعراضا ويقولون سحر مستمر. دلت الآية على أن الآيات لا تجدي مع من ختم الله على قلبه. نعم قد تجدي بين يدي قيام الساعة، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا عند طلوع الشمس من مغربها. أما قبل طلوع الشمس من مغربها فالآيات لا تجدي. قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى في كتابه الكريم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني لو أن الملائكة نزلت من السماء وكلمت أهل الكفر نحن ملائكة الله آمنوا وكلمهم الموتى وخرج الأموات من قبورهم يقولون لهم فعل بنا كذا وكذا آمنوا أيها الناس وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أخرجنا لهم كل شيء فرأوه عيانا أتيناهم بالحيتان من البحر كلمتهم وبالوحوش من الغابات كلمتهم وبالثعابين والحياة كلمتهم كل شيء جاء وكلمهم ورأوه عيانا وكلمهم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بل وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولو ترى إذ وقفوا على النار نقفوا على شفيرها وسيلقون فيها قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فدائما وأبدا الآيات والمعجزات لا تنفع إلا من كتب الله له الهداية. قال تعالى في شأن آل فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ينقضون العهود وينقضون المواثيق. فالحاصل أن الآيات المعجزات لا تنشئ إيمانا لكن ينتفع بها من كتب الله له الهداية ويزداد من أراد الله به غواية يزداد غواية إلى غواية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم هذه زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا أخفى عليكم أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وخرج منها آمنا فماذا قال أهل الكفر؟ قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ازدادوا كفرا. قالوا كيف واحد يلقى في النار ويخرج سليم؟ أكيد هذا ليس
هذا ساحر. هكذا قالوا في شأن الخليل صلى الله عليه وسلم على ما فاده عموم الآية. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا رسلي وكذبوا كتبي واتبعوا أهواءهم. ففيه ذم اتباع الهوى، فيه ذم اتباع الهوى، فاتباع الهوى مذموم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. والكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الوحش المسعور، الكلب المسعور أو القطة المسعورة أو الأسد المسعور أو النمر المسعور، مرض يتخلل الجسم كله لا يدع منه شيئا إلا دخله، فيكون مآله إلى أن يصبح كالحيوان، يصيح كما يصيح ينبح كما ينبح الكلب، أو يصوت كما تصوت القطة، ويزأر كما يزأر الأسد، إلى أن يموت والعياذ بالله. قال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هنالك عدة آيات تحذر من اتباع الأهواء، عدة آيات من كتاب الله. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آيات متعددة في ذم اتباع الهوى المخالف لكتاب الله والمخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك آيات متعددة في ذم اتباع الهوى إذا كان الهوى مخالفا لكتاب الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا اتفق الهوى مع الكتاب والسنة فيهنيئا لصاحبه. وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إذا كان الهوى موافقا للكتاب والسنة فحيهلا ونعم الهوى، هوى يوافق كتاب الله، يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الهوى فيه تفصيل، وهوى الشخص إلى الشيء مال إليه. فإذا كان هواك في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله فنعم هذا الهوى، وإلا فبئس الهوى. هذا قد ورد في الباب، باب الهوى، حديث ولكن سنده ضعيف، لكن يدور حول المعنى المذكور: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بغض النظر عن الصحة فهو حديث ضعيف، لكن إذا كان الشخص يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الهوى الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الهوى المذموم فله عدة آيات، وأكثر ما يأتي الهوى في الكتاب العزيز في معرض الذم. وذلك قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لأن النفس تهوى الحرام. ففي الحديث: والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، فالهوى فيه تفصيل، كما أن الظن فيه تفصيل. هناك ظن سيء وظن طيب، ظن خير وظن شر، هناك هوى طيب وهوى مذموم. لا بد في هذه المسائل من التفصيل، وإن كانت هناك إطلاقات أغلبية. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، كل أمر له نهاية ويستقر عندها. وهذه الآية الكريمة تخدمنا كثيرا كمنهج في الحياة. كل أمر مستقر، أي أمر من الأمور سيأتي عليه وقت يستقر.
دنيانا كلها سيأتي لها مستقر. فمما تقدمنا به هذه الآية في حياتنا، والحمد لله جربت ونفعت غاية النفع، خبر مهم والناس كلهم يتكلمون فيه، وشخص يطعن فيك ويشتم فيك، تصبر تصبر، هذه الزوابع كلها سيأتي عليها وقت وتهدأ وتأتي أمور أخرى تنسيك الأمر الأول. الناس يشتدون في مسألة وكل اهتماماتهم فيها، اتركها تريس، لن تمر إلا أيام سترى الأمور بإذن الله قد هدأت واستقرت، ولو بعد سنة ولو بعد سنة سيأتي عليها وقت تنطفئ فتنتها، فلا تعطيها وقودا أنت بالقيل والقال وتمدها بالوقود قيل وقال وقيل وقال، لا دعها، فكل أمر مستقر كما قال الله سبحانه وتعالى، وكل أمر مستقر، قال له استقرار وله انتهاء، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ما فيه زاجر، قد جاء القرشيين من الأخبار في هذا الكتاب العزيز ما فيه زاجر شديد وواعظ شديد ومذكر شديد لهم، فمزدجر معنى الزاجر ودخول الدال للتأكيد، والعرب يقولون إن الكلمة إذا زيدت حرفا في بنيتها تدل على الشدة، الفعل إذا زيد فيه حرف من نفس مادته يدل على الشدة. من ذلك على سبيل المثال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فدخول التاء أفادت قوة الفعل. وسيأتي قوله تعالى كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يا زجر لكن أدخل الدال لبيان شدة الزجر الذي صدر منهم. ولهذا أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل ومبسوطة في كتب اللغة بكثرة الأمثلة كثيرة في هذا الباب، أمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وأمثلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كذلك إذا شدد الفعل يومئذ يصدعون، يومئذ يصدعون. قال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، قيل معنى بالغة واصلة إلى القلوب، كما تقول ما على الرسول إلا البلاغ المبين، الكلام الذي يبلغ القلوب ويصل إليها، ما عليك إلا البلاغ، الهادي هو الله، الهادي هو الله. فالبلاغ يفترض كما قال الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا واصلا إلى قلوبهم واضحا بينا جليا. حكمة بالغة، قيل حكمة كاملة ليست بناقصة، حكمة واصلة للقلوب، وقيل حكمة بالغة كما أسلفت، قيل واصلة بالغة إلى القلوب، وقيل حكمة كاملة ليست بناقصة. حكمة بالغة، القرآن كله حكم، قال تعالى في شأنه ياسين والقرآن الحكيم، والسنة حكمة أيضا، وعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة الحكمة يفهم معناها، يؤتي الحكمة من يشاء يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وهذا كتقعيد عام أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. حكمة بالغة فما تغني النذر، النذر لا تغني شيئا عن أحد أراد الله به الغواية، مهما بذلت له من النصح ومهما بذلت له من التذكير ومهما جئت به من الآيات، كل هذا لا ينفع من ختم الله على قلبه، كل هذا لا يجدي مع من طبع على قلبه. حكمة بالغة
فما تغني النظر وفي الآية وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. فتول عنهم أعرض عنهم تول عنهم. هل معنى تول عنهم هل الآية منسوخة بآية السيف؟ قال ذلك بعض العلماء، قالوا لأن النبي أمر بالإعراض عن المشركين وأن يتولى عنهم وجاءت آية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد. فهذا قول بعض أهل العلم في كل الآيات التي على هذه الشاكلة: أعرض عنهم وتوكل على الله، اصفح الصفح الجميل، تولى عنهم ونحوها. قال فريق من منسوخة، وقال آخرون ليس ثم نسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. فإذا حملنا الآية على محمل في التفسير تولى عنهم أعرض عنهم، ليس المراد الإعراض ألا تقاتلهم، إنما المراد الإعراض عنهم لا تجادلهم. فالتولي تولي عن مجادلتهم، فيكون حينئذ لا نسخ. ولكن الذي يقوي الوجه الأول نسخ أن صورة القمر صورة مكية، وآيات القتال من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. من الداعي؟ قال عدد من المفسرين إنه إسرافيل عليه السلام، وهو الموكل بالنفخ في الصور. كذا قال فريق من العلماء: ودعوته بأن ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال آخرون: ليس ثم نص يثبت أن الداعي هو إسرافيل، فقد يكون هناك داعي يدعوهم بعد الخروج من القبور. وأوردوا في ذلك أقوالا إسرائيلية، أن ملكا يقول: يا أيتها العظام البالية اخرجي أيتها العظام البالية. قصص كثيرة في هذا الصدد ليس منها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء نكر، لا يعرفون ما المراد. الداعي دعاهم لماذا؟ لا يدرون. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وقيل نكر مستبشع، استنكر مستبشع، كذا قال بعض أهل العلم. خشعا أبصارهم، ذليلة أبصارهم، وهم الكفار، أبصارهم يوم القيامة خاشعة. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فالخشوع في الدنيا لله سبحانه يطمئن صاحبه يوم القيامة، وعدم الخشوع لله يجعل الشخص ذليلا يوم يلقى الله، كما قال تعالى في مطالع الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالذي لا يخشع لربه في الدنيا يذل ويهان يوم القيامة، الذي يتكبر عن السجود لله في الدنيا يذل ويهان يوم القيامة. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، كأنهم جراد منتشر. هنا إشكال يريده بعض العلماء حاصله: كيف قيل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وفي الآية الأخرى: ويكون الناس يوم يكون الناس كالفراش المبسوس؟ والفراش معروف بالهمجية في مسيره، يمشي بدون ترتيب ويركب بعضه بعضا، وهذا في اتجاه وذاك في اتجاه. أما الجراد فهو معروف بترتيب مسيره، مرتب ويمشي أسراب. فكيف هذا؟ كيف يكون الناس كالفراش المبسوث الذي يركب بعضه بعضا من الهمجية وعدم الترتيب وعدم النظام؟ وكيف يوصف الناس بأنهم كالجراد، والجراد له ترتيب في مسيره وارتحاله؟ فقال بعض العلماء: إن المواقف تتعدد يوم القيامة،
فلسانه الداعي خرجوا كلهم بعضهم يتداخل في بعض من غير ترتيب، وبعد ذلك يرتب كل قوم مع كبرائهم فيما هم فيه، سواء كانوا أئمة ضلال أو أئمة هدى، والله أعلم. كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، قال بعض العلماء مسرعين، وقال بعضهم مديمي النظر، مديمي النظر إلى الداعي الذي يدعوهم، كما قال تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم. فمن العلماء من يقول المهطع مديم النظر متعجب ماذا يرى، وآخرون يقولون مهطعين مسرعين. مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون، يقول الكافرون هذا يوم عسر، كلمة مختصرة لكنها تنم عن شدة الكرب، أعذنا الله وإياكم من شر هذا اليوم. يقول الكافرون هذا يوم عسر شديد وشاق، ثم يذكر الله بأقوام فيقول كذبت قبلهم، أي قبل هؤلاء القوم من قريش قوم نوح، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وصف نوح صلى الله عليه وسلم بالجنون وزجروه غاية الزجر، فكما سلف دخول الدال على زجر، قل وازدجر، دخول الدال تقوي الفعل وتبين شدة الفعل الذي فعلوه به، وهم كانوا من أهل الظلم والطغيان. وكما قال تعالى بعد أن ذكر عادا وثمود، قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، لما ذكر الله قوم عاد مع عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فعلوا وفعلوا، وثمود أشد، وثمود أيضا كانوا أقوياء، قوم نوح أشد من هؤلاء كلهم في الظلم، أشد من هؤلاء كلهم في الظلم. قال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، وسم نوح بالعبودية كغيره من الأنبياء، فكلنا عبيد لله لسنا بأحرار، إنما نحن عبيد لله. كذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروه زجرا شديدا وأهانوه عليه الصلاة والسلام. فماذا كان وعلى مدار 1000 سنة إلا 50 عاما؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فبدعوة واحدة قد يتغير وجه الأرض، فلا نقلل من شأن الدعاء أيها الإخوة، لا نقلل من شأن الدعاء. الكفار الذين يشاققون الله ورسوله بدعوة قد يدمرهم الله تدميرا، ما ورد هنا أن نوح مسك سيفا وحارب، ما له طاقة بذلك ولا أمر بذلك ولا له أتباع كثيرون معه يطيقون ذلك، له أتباع قليلون آمن معه إلا قليل. يذكر بعض الرواة أن الذين آمنوا به، تفسير قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل، كانوا 12 شخصا كذا، قيل الله أعلم، لكن هذا مذكور من الأقوال. فبمعدل في 100 سنة، في 90 سنة يؤمن واحد ويخشى عليه من الكفر. إنك انتظرهم يضلوا أبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فماذا كان منه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قيل دعا بالانتقام منهم لما أخبر، أخبره الله يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قدم، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فعلم أنهم لن يؤمنوا، وعلم أيضا أو خشي عفوا أنهم يضلوا العباد الذين آمنوا، فما دام لم يؤمنوا لن يرجى منهم أنفسهم خير، لكن خشي على من معه أن يضلوهم. قال تعالى
ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قيل إنه قال آنذاك: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ساكنا للديار. وبين العلة بقوله: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. طوفان لم يرى مثله، لم يرى مثله كما قال فريق من العلماء: عتى على الخزان. وما معنى عتى على الخزان؟ قال أهل العلم: ما تنزل قطرة ماء من السماء إلا ويعلم ربي أين تنزل وفيما تنزل، والخزنة الموكلون بالمطر يعرفون مكان نزولها وأين تنزل وما يصنع بها كل تفاصيلها. لكن من كثرة نزلت بأمر الله، نزل بأمر الله ماء عظيم عاتى على الخزان، من كثرته لم يكادوا يحسبونه من كثرتها، الله أعلم. لكن هذا موجود في تفسير قوله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قالوا الريح الطاغية أيضا عتت على الخزان الموكلون بأمر الريح. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض، على أمر قد قدر، أمر قدره الله أنه سيكون، وإغراق كل من على وجه الأرض. قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. سفينة، أما الألواح معروفة، والدسر المسامير التي تمسكها الصواميل يعني اللوح، حتى يمسك باللوح يثقب ويدخل فيه المسمار ويربط، صمولة كما يقول الشيخ إبراهيم. قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. كان نجارا وأخذ بالأسباب كما أمره الله، وعلمه الله كيف يصنع السفينة تجري بأعيننا جزاء ثوابا لمن كان كفر كذب. فجازينا نوح عليه السلام بأن حملناه على السفينة، القوم يهلكون وهو ماشي في السفينة بتيسير الله له، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، تركنا السفينة آية، قال العلماء: حتى رآها صدر هذه الأمة. يقولون صدر أمة محمد رأوا السفينة، سفينة نوح. قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من متعظ؟ قال فريق من العلماء: كثيرا ما تترك آيات للظالمين وآثار للظالمين حتى يعتبر بها من جاء من بعدهم، كما قال تعالى في شأن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقال تعالى في شأن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وفي شأنهم مع قوم صالح: وإنهما لبسبيل مقيم، أو لبإمام مبين، بطريق واضح يراه المرة. وقال تعالى في كتابه الكريم: وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني الادكار والاعتبار. وما أكثر هذا في بلادنا مصر من آثار الفراعنة أو آثار فرعون وجنده. قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي لهؤلاء، وكيف كان إنذاري لغيرهم ولهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من قارئ يقرأه ويتعظ به ويعلم ما فيه، فهل من مدكر. فالقرآن ميسر، والذين يعقدون في طرائق تدريسهم للقرآن يظلمون المسلمين ويظلمون كتاب الله. كتاب الله سهل، كتاب الله يسير، كتاب الله سهل ويسير، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكثير من أهل الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، قل المؤمن يغض من أبصاره. مفهوم لدى القاصي والداني، مفهوم لدى القاصي ولدى الداني الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن لم تقرأ التفسير فأنت تعلم معناها.
كثير من أهل الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، والقرآن ميسر فينبغي أن ييسره للناس، ويجزاه الله خير من ييسر على الناس كتاب ربهم ويفهمهم إياه هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.